إلى ذلك، أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني طرح مشروع لتطوير وحدات وشقق سكنية في مدينة خليفة بإجمالي عدد يصل إلى 3000 وحدة وشقة سكنية، وذلك من خلال برنامج حقوق الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص. ويأتي هذا الإعلان في إطار المشاريع المطروحة للاستثمار بالنسخة الثانية لمنتدى بوابة الخليج 2024. وأفادت الوزارة بأن مدينة خليفة توفر فرصا واعدة أمام شركات التطوير العقاري لتطوير الوحدات والشقق السكنية، بالإضافة إلى خدمات البنية التحتية، وذلك على مساحات تصل إلى 1,600,000 متر مربع، مشيرة إلى أن موقع مدينة خليفة يعد أحد المواقع الاستراتيجية التي ترتكز عليها خطة تنفيذ المشاريع المدرجة في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية.